يجيب لنا قهوة. ايه ده؟ الراجل اهو عم الست حامي اتعهنم. ايوه يا حوده. اطمن يا حوده هاني. اطمنك انت؟ حرام تطمن يا حوده. لا يا حوده مش حرام، هطمنك. حاضر. حوده اعرف اللي دس بانجو. حوده يا حوده. انت سمعت حوده قول. انت شفت بنفسك؟ حاجة كده 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 كده. لا مش كده كده، يا شفت يا ما شفتش. ادا سيب حوده افكر. طيب يا حوده افكر براحتك. قلت ايه يا مصالحي؟ لا اله الا الله انداوي بيه. انا مش فاهم منك اي حاجه، فهمني وما رد عليك. صباح الخير يا انداوي بيه، ازيك يا عم مصالحي؟ انا حبيبي طمني. ايه كله تمام الحمد لله. بقول لك يا دكتور على جنب انت كده شويه، خد قهوتك على ما فاهم عمك مصالحي مقصودي. ماشي يلا اخويا. ما تخش دغري يا هنداوي بيه، عايز ايه؟ ما انت عارف كل حاجه، الليله وشايلها على دماغي من الاول، لا كليت ولا مليت ولا طلبت حاجه من معلمين وبهوات الزنقه. ليله ايه دي؟ ليله الفرح والهنا، للهانم بنت الباشا وللباشا هنداوي. ودي اصول برضه دي يا هنداوي بيه؟ اوعى كلامك واحفظ المقامات يا راجل انت. تصدق بقى انك انت لا بتفهم في الكلام ولا في الاصول؟ وانا هاجي بالك من الاخر يا هنداوي ومن غير بيه. عايز تقف جنب البت الغلبانه اللي اسمها هانم واخواتها عشان خاطر المرحوم ابوها؟ اقف. مش عايز وليه غرض تاني؟ لا اقف عند حدك. البت برضه ليها رب اسمه الكريم. الدنيا لسه بخير يا هنداوي. خير؟ والخير هيجي منين يا وش الاذيه؟ يلا يا اخوي اسحب الافوكاتو بتاعك ودور فرد منديلك واشحت عليها انت وهو. يلا حصلوا افوكاتو. وانت يا مولوان بلغ امك الدخله الخميس اللي جاي. عالم لماما. ادي حدى لازم اعمل حاجه. حدى ساعه بس. ايه ده الراجل وسط فساد الست المؤذيه معاه؟ حدى لازم ادبسهم. ادي حدى اوعى. ادي عديك وس. الراجل السخ غفل وابو الليف ده ايه يا راجل؟ روح ما ينفعش. صعد كمان هما كمان. ودي هانم يا زنقه النكد يا زنقه الكلاب. هانم اديك عواسك. هو الواد هنداوي كده هيعيش طول عمره عويل ويموت خسيس. اني جمعت من الزنقه قرشين محترمين. بالك بقى، انا متاكده ان العطاشجي هو اللي عمل الملعوب ده، مفيش غيره هو المخفيه اللي معاه. تربيتك خلاص بقى يا ست نواعي، ما عادش يجي منه. انا بقول تكلمي انت عدلي والتاني اسمه ايه المخفي ده؟ نجاتي. تكلميهم حكيماني، ماليش كلام معاه، يمكن يسمعوا كلامك انت. ما تحرجيش نفسك يا نواعم، عيد ابني راح لهم ومفيش راجة منه. واعم حدى اوحى ياخد لوس منهم. قول لي يا حوده. ايه يا استاذ؟ ايه الكلام اللي انت قلته لي ده من شويه؟ ده موال الكل عفو. ولا اخفى من قدامي، مش وقت السبرسجيه. يلا شويش شويش يا واعي شويش. جمعه تعالى اتصرف. يلا يلا يلا. خليك وسك يا اصعب. بص يا دكتور، ان شاء الله اتعبك عندي، المهم طلع البت والمصيبتين دول. يا ستي اتعبي ايه اللي بتتكلمي عنها من غير ولا مليم؟ طبعا مش مهم قضيه البانجو، المهم القضايا اللي في مصر. وهي هانم تقدر تقتل بني ادم؟ مش مهم البني ادم اللي اتقتل، المهم اللي مشغل القتيل. طلع بهنس ابن مؤنس العطاشجي. قطعوا كلهم في يوم واحد. هم هيفضلوا كده ورا البيت؟ مش كفايه العمله السودا اللي عملها ابن عمه مرس الزفت ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي ولا أخواتها قد بهنس ده بقى دلوقتي هو اللي هو. وهالبت اللي عملوا فيه عبد الحميد الباشا الله يرحمه لسه حارق قلبي. بصوا بقى، أنا هقوم عشان أشوف نجاتي وعدلي، وأنتوا اتفقوا على اللي أنتوا عايزينه وأنا موافقة عليه. سلام. سلام. وأنا كمان هروح المنشية وأحاول مع التجار هناك.
حنين، اعمل قهوة حود. والله العظيم. طب بس جمعة تعالى شوف ماله ده. مالك يا حودة في ايه؟ انا بعمل قهوة حودة. عيب ما تفرجش البشرية عليك. انت يا حنين يا بخلية ايه؟ ازغر ابن المفتاح. خليها فكس عمين مخها البوليس يربطها. تعالى يا حودة وانا هربطها. اوعي حنين اعمل قهوة حودة. انزل عنيك لسه. حنين سامي انت سوبر هاني هوجي هاني.